السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم الحقيقة هو تكملة للدرس اللي فات. احنا كنا في الدرس اللي فات اتكلمنا عن التمرين الخاص التمرين الخاص بالتيبلز، وقلت لكم ان انا يا ريت تبدأ تحل الدرس بنفسك او التمرين بنفسك قبل ما تشوف الحل. الحقيقة ده الحل الخاص بالتمرين، يا ريت الشباب تكون حاولت تحله لوحدها الأول، بعد كده عندك الحل اهوت هحله معاكم. على فكره الناس اللي داخله امتحان اي سي تي ال هتلاقوه مشابه جدا للاسئله اللي موجوده، يعني بنفس الصيغه بالظبط، يعني اللي هم تغييرات بسيطه في الاسماء، لكن ممكن تستعمله كتمرين على امتحان الاي سي تي ال. اول حاجه بيقول لك insert the following table at the first of the document. طيب عشان تعمل inserting لتيبل في الفيرست اوف ذا دوكيمنت، انا هفتح دوكيمنت جديد او مستند جديد، اكمل الانسيرت ريبون، عندك تيبل، التيبل خليني اشوف شكل التيبل عامل ازاي. ادي شكل التيبل، شكل التيبل بالكامل 3 كولوم و 3 رو، 3 رو اهوت، 3 رو 3 كولوم. طيب اول حاجه اروح انسرت اهوت 3 كولوم و 3 رو، اضغط، خلاص تم اضافه الجدول. تعال نكتب المحتوى اللي في الداخل، ادي نمبر، ادي بوك، ادي ليسون، اوكي وان لورد اوف ذا رينجز، رينجز هاك، تو كوين اوف مورنينج، واخيرا دريس كود. تعال على فكره ما تكسلش وما تجربش تحله وما تكسلش وتقول انا مش هكتب. يا ريت الناس اللي هتدخل امتحانات دي تحت الاي سي دي ال او الموس مايكروسوفت اوفيس سبيشالست او الاي سي 3، يا ريت اتمرن على الكتابه، وخصوصا الناس اللي بطيئه في الكتابه اتمرن على الكتابه، شغل ايديك لانك هتلاقي اسئله زي كده في الامتحان. ف عشان ما تجيش تلاقي الموضوع بالنسبه لك جديد او غريب عليك، لا عود نفسك على الكتابه والتمرين بالشكل ده. السؤال الثاني اللي بعد كده بيقول لك insert a new column after the book column. قبل بس ما اروح للنقطه دي عاوز اقول لك انت يمكن شايف هنا في الجدول شكله شويه متغير عن اللي انا دخلته، لكن انا لما يعني بتكلم عن حاله تمارين، وبرضه عاوز اكرر بالنسبه للناس هتدخل امتحانات عشان تاخد سيرتيفيكت او شهاده معينه، التزم بالحل او التزم بالمطلوب فقط منك في السؤال، انت مش اي شيء اكتر من كده نهائيا. اما لو انت بقى لوحدك وشغال يعني عاوز تعمل حاجه جدول، جود زي ما انت عاوز براحتك يعني. السؤال الثاني insert a new column after the book column. طيب البوك كولوم احنا اتفقنا ان انت اول صف ده هو الهيدر بتاع الكولوم، فانت عندك هنا ده اسمه البوك كولوم، ده اسمه الليسون كولوم، ده اسمه النمبر كولوم. طيب لما نيجي نقول احنا عاوزين نعمل نيو كولوم افتر البوك كولوم، يعني افتر من الشمال من اليسار لليمين، افتر يعني هيكون بين الليسون وبين البوك. طيب روح على البوك اهوت، كليك يمين في اي مكان طبعا في البوك كولوم هنا، انسرت، وادي انسرت كولوم تو ذا رايت بعده زي ما انتم شايفين. السؤال اللي بعده ديليت كولوم، ديليت ذا كولوم بتوين ذا بوك اند ليسون كولوم. مظبوط. طيب اللي هو احنا عملناه جديد حدده اهوت، وقلنا ان انت ممكن تحدده مش شرط كده، وخصوصا الطريقه ديت مش هتساعدك في الجداول الكبيره. روح في الاعلى فوق هنا اهوت، واضغط ضغطه في المكان اللي انتوا شايفين الكورسر بتاعي والمؤشر بتاعه فوق اهوت، كليك يمين عليه وديليت كولومز. الموضوع سهل قوي. اللي بعد كده الاين ذا تيبل كونتنت ات ذا سنتر، الاين ذا تيبل كونتنت ات ذا سنتر. طيب هو اتكلم هنا عن ذا تيبل كونتنت، محتوى الجدول كله، اذا هو بيكلمك عن كل الجدول. خد بالك قوي من التحديد، كان بيقول لك على الفيرست رو الكولوم الخليه، فخد بالك من مكان من منطقه او من نطاق التحديد بالظبط. على الكولوم كله هروح على الزاويه اهوت، اضغط ضغطه واحده على الكولوم كله، بعد كده عندك من اللي او تريبون والسنتر، ادي السنتر هنا الاين سنتر. خلاص اللي بعد كده اد دبل لاين بوردر تو ذا فيرست رو اوف ذا تيبل، للصف الاول في التيبل، دبل لاين بوردر الفيرست رو اوف ذا تيبل، فيرست رو. طيب حدد الفيرست رو اهوت، بعد كده كليك يمين بوردر اند شيدنج، وخد يا سيدي هنا بوردرز اهيت، قال لك اد دبل لاين بوردر المزدوج يعني، ادي اهوت، وبعد كده اوكي خلاص تم التطبيق. مظبوط. اد شيدنج كلر جرين تو ذا فيرست رو اوف ذا تيبل، اعمل
لون التعبئة أخضر للفيرست رو اوف ذا تيبل، حدد الفيرست رو. بعد كده كليك يمين بوردر اند شيدنج، المرة دي خد الشيدنج من هنا الفيل كلر واختار اللون الجرين. بعد كده اعمل اوكي. تمام. طيب النقطة السابعة، change the height of the first row of the table to 3 سنتيمتر. the height of the first row، برضو ال first row، حدد ال first row. خد بالك قوي من نطاق التحديد. بعد كده من ال layout tribune وال height اهو عندك، واعمل 3 سنتيمتر سي ام، انا بكتب وحدة القياس بعديه وانتر. خلاص مظبوط. اللي بعديه رقم 8، add new row at the end of the table and merge all cells together. طيب نيو رو ات ذا اند اوف ذا تيبل، في نهايه الجدول. طيب ادي كليك يمين في اي مكان في الرو الاخير هنا، بما ان انا هعمل واحد تحتيه، كليك يمين وانسرت، وعندك انسرت رو بلو تحته يعني. وفي حاجه احنا كنا اشكالنا عنها حقيقه كنا نسيناها تقريبا، اللي هي الميرجنج سيلز، ازاي تعمل دمج للخلايا. طيب ادي حدد الخلايا كلها، وقلنا احنا هنحدد من هنا من جنب الرو، فيحدد لك كل خلايا موجوده عندك في الرو ده. بعد كده عشان تعمل merging، merging موجود يا سيدي في ال layout ribbon. ادي عندك ال merge cells اللي هي بتعمل دمج للخلايا، merge cells بالطريقة دي. ادي merge cells. لحد كده خلصنا الدرس، شكرا واشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله. اتمنى ان يكون الدرس عجبكم، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.